حياكم الله من جديد. نصل اليوم لختام هذه التغطية الخاصة والتي كانت على مدى يومين، شهدنا من خلالها أو وكبنا من خلالها مراسم تشييع الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وشهدنا أيضا مراسم تعيين أو انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. كل الخير وكل النماء والازدهار والنمو والرفعة نتمناها لإخواننا وأشقائنا في الإمارات قيادة وشعبا. في أمان الله.